طيب دكتور حامد، كان لافت للأنظار عقد البرلمان التركي لاجتماع سري بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع التركي ياشار جولار، وعرضوا تقارير استخباراتية تركية خطيرة. البعض ذكر بأنها تشير إلى وجود خطط لدى الاحتلال الإسرائيلي من أجل الهجوم على تركيا وعلى أراضي تركيا. بماذا تعلق؟ أنا لا أستبعد ذلك، يعني التهديدات إذا كان علنية وإذا كان بالوعيد وإذا كان بالسر وبالخفاء والاغتيالات والتفجيرات، يعني الكيان الصهيوني ديدن الموساد والشباك والمنظمات هذه الاستخباراتية التي أقيمت على أراضي فلسطين المحتلة منذ الانتداب البريطاني في أربعينات القرن الماضي. الحقيقة واضحة جدا أنه هم سلوكهم ومنهجهم هو التدمير والقتل والعمل المخابراتي والهجوم بالقوة الجوية التي الحقيقة تمتلكها بطريقة متميزة عن دول المنطقة. يعني أنا حسب المعلومات أنه الكيان الصهيوني يمتلك يعني أكثر الطائرات تطورا الأمريكية، يعني F-35، وما يمتلكها أيضا من أجهزة رصد ومراقبة وقصف، وطبعا تمتلكها بطريقة ميسرة. يعني أمريكا أو البنتاغون لا يراقب ماذا تفعل هذه الطائرات بإرادة الصهاينة، لكنه هناك شروط عندما تبيع أمريكا الطائرات، ولو أنه هذه حكر فقط على أمريكا والكيان الصهيوني، هذه الطائرات الجيل الأخير من طائرات F-35، لكنه عندما يبيعها إلى تركيا ويبيعها إلى دول أخرى يشترط على أنه هناك كود، هناك شفرة خاصة لا يمكن استخدام الطائرات إلا بموافقة أمريكا. وأنا يعني لا أستبعد في هذا المجال أن يغامر هذا الصهيوني المتهور نتنياهو ويوآف جالانت وزير الدفاع، وحتى المخابرات الصهيونية تغامر بتوجيه ضربة تحذيرية إذا كان لتركيا وإذا كان لدول الجوار، مثل ما تفعل الآن. يعني تعبث بمقدرات هذه الشعوب وأمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية، إذا كان في العراق وإذا كان في سوريا وإذا كان حتى في إيران، وإذا كان تهدد دول الخليج وتهدد العالم بأجمع، حتى هددت روسيا الآن تهدد. يعني فلذلك أنا أعتقد يعني على تركيا والقيادة التركية، أعتقد تدرك هذا الخطر الذي يأتي إذا كان من أمريكا وإذا كان من الكيان الصهيوني، رغم أنه تركيا هي عضو حلف الناتو، لكن هؤلاء لا يعرفون لا صديقا ولا عدوا.